برعاية معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد البدران وبإشراف مدير عام ثقافة الكردية أواد حسن أمي، تقيم دار الثقافة والنشر الكردية اليوم في أربيل ملتقى ثقافي حواري حول الأدب الكردي العربي. لمتابعة تفاصيل الملتقى ابقوا معنا. أو خير بيارمتي يا ويا من بتنعيش مناكلة من لبغاء خزمة وزارة موظفة من بو بيوديم متواصعي خوم كهما كمن أندامش شوشية شتين وسرانا وخوم خاوني سيد شواء كتابا دوايا لك مجتمع الفلام علاقي دروس كدية لك شعوب سكر نوي عربي عفوك بلام ليلة هل لسر هزو هسو أعرزوني المعروف عن مفهوم التلاقح الثقافي، المفهوم الذي يعني التقارب بين الشعوب والأمم الناطقة بلغات مختلفة، مسألة حضارية مهمة جدا. ونحن في العراق نتعايش مجموعة من القوميات تتكلم لغات مختلفة، فلا بد من إجراء لقاءات أدبية بين العناصر الفاعلة في هذا المجتمع، لا سيما في مجال الأدب بكل تفاصيله من شعر ونثر ورواية ودراما وإلى آخره. وهذه المناسبة اليوم التي احتوت على عدد ملائم من المفكرين الكرد أو العرب في نفس الوقت لغرض هذا التلاقح الثقافي. الملتقى هذا كان يعني حواري بين الأدبين العربي والكردي، كانت هناك مناظرات وجلسات نقدية تحدثوا فيها الكتاب والأدباء الكرد عن التلاقح الأفكار بين الأدب العربي والكردي. تم تكريم البيت الثقافي في لحضور تغطية هذا النشاط الثقافي وبحضور كادر البيت الثقافي في أربيل. الجلسة الثقافية كانت مثمرة، وأحسست أنه يومنا مضى هباء، لأنه كانت بعض الثقافة الكردية غامضة علينا يعني كعرب، ووضحوا بعض النقاط المهمة واستمتعنا بحضور هذه الجلسة. أشكر دار الثقافة والنشر الكردية لحضورها إلى أربيل وتقديم هذه الندوة بين المثقفين الكرد من أربيل وبغداد من أجل توصيل إلى صيغة لالتقاء مع بعض وتبادل الآراء والثقافات. الندوة اليوم كانت أكثر شيء على الترجمة، فإن ترجمة الكتب العربية من العربية إلى الكردية أو الكردية إلى العربية هو تبادل ثقافي بين المثقفين الكرد والكتاب الكرد وكتاب العرب والفضاء الخارجي. إما هنا دواي صاري تسلو بينزو تسلو شوش تسلو حرط ولاتي تشاكو خاوة حتى إستا أدبياتي رخاوش يعني كالو سردمان وسيتيات إماش دبوا دواي رابرين ديلو دواي دو هزار وسيد دبغدا كاري زور زور باش بكري زور كم فيستيفالة چيوا أقر بمسو چي كلابي أقر نال لهولير وشاركاين تر زور كم كلاب وهر وخاليش تر زور مهرزانات لولاتا عربية كان دكريتو عراقش بجدارة ديدا بس كم تريد نوسري كورت اگر نوسرکا 15 دانه وګری باقی کې کس نه بینی هیڅ په مناسبه چې د بناکر هیڅ ځایزه او خلاط شي نه بل ضبط او معنی د قاموس خوای هبی بوه د ګوتری ترانسلیشن اف سنس اف سنس بنای اونو بنای کومانو خلاط هم څنګه کې جوه داري بیان یې چې اصول لګو ادب او شبيري بسل بری کاک باهوز مصطفی بابتك إلى باري وأخي والجيران والجيران دقي أدبي. اليوم حضرنا في ملتقى دار الثقافة والنشر الكردية التابعة لوزارة الثقافة العراقية. حضر في الملتقى نخبة من المثقفين والكتاب والصحفيين، تكلموا عن الثقافة الكردية والعربية والأبعاد هذا
التنوع في الثقافة والأدب. في الواقع أنا أشوف يعني ضروري جدا ملتقى الثقافي الكردي العربي خاصة في الوقت الراهن، لأن من خلال يعني تجاربنا الثقافية نستطيع يعني نترجم إبداعاتنا الأدبية والفكرية إلى اللغة العربية، لأن لكي يكون القارئ العربي العراقي ملم بالثقافة الكردية. يعني وجود مناسبات مثل الملتقيات والمهرجانات سواء كان في إقليم كردستان أو في بغداد أو في بصرة يعني يأثر على طبيعة تفكير المواطن والمثقف العراقي. فخرة كأنطولوجيا شعري كردي عبد الله تاهر برزنجي أمو تاري ناسن يكم جاد أرواح في العراق كردي بوي بتواني الخصمة بكين تاغو دقيقة تواني خصمة بكين كاسيكي شاولة دواني أمو خصمتي زيادتني كن أو شمعن هيل أو باشي شمعن هيل يعني وكم مريش ككارة هي الكش معنى والرقلش معنى هيل.